طيب استاذ هاني، لو انا يعني دلوقتي واحنا داخلين خلاص على رمضان على الابواب، وعايزه حضرتك كل سنة وحضراتكم طيبين، وحضرتك طيب، والأمة الإسلامية كلها كلنا طيبين يا وأمة رب، لا إله إلا الله كلها بخير يا رب. حضرتك طيب يا استاذ هاني، ايه الحاجه اللي لو طلبت من حضرتك انه خلاص احنا داخلين دلوقتي على رمضان تبقى اول حاجه حاضره في ذهنك تعزفها؟ أهلا رمضان، مفيش غيرها على فكرة. دي اكتر حاجه. رمضان جاي أهلا طبعا طب طبعا، استاذن حضرتك تعزفها؟ أصل العزف غير الغنى، يعني انتوا ما بتسمعوا تتعزفش؟ تتعزف في كل حاجة، لكن ده مش تخصصي الأول، تخصص التأليف، ودي حاجة من الحاجات الجامدة جدا جدا. في بقى ايه حاجات ما نقدرش عليها، يا ليلة العيد محدش قدر يعمل أجمل من كده أغنية لما تسمعيها تحس بالعيد. صح، رمضان جانا أهلا رمضان، محدش قدر برضه يعمل حاجة زي دي. عندنا حاجات معينة احنا نشم النسيم وحاجات كده، هتلاقي ان احنا كل الحاجات دي كانت قمة وما زالت لغاية النهاردة تعدوا الزمن. او ده بقى شوفي حضرتك حاجة اتعملت للمستقبل، لان احنا بنغنيها دلوقتي، يوم ما عملوها كان فاكرين بيشتغلوا للحاضر وهما بيشتغلوا للمستقبل. طيب مش يعني ما تتكيش عليا، لا يعني لا، طيب خلاص او هاتي حاضر اسمه ايه ده، هاتي اسمه ايه اسعد بعد اسمه